الولايات المتحدة الأمريكية هي جزء من الصراع. نعم. جزء من الصراع. صحيح. ولكن بأدوات صهيونية. نعم. تمام. فهذا شيء طبيعي. التحالفات تدار بهذه الطريقة. فاليوم إيران صح أنه غير منخرطة بشكل مباشر في هذه الحرب. نعم. لن نرى صواريخ من إيران اتجاه الكيان الصهيوني ما عدا الوعد الصادق. نعم. تمام. فشيء طبيعي. فاليوم المعركة ليس معركة إيران كدولة احكي. نعم. كدولة ككيان كرقعة جغرافية. نعم. بغض النظر عن معركة التحالف أو محور المقاومة. فاليوم المعركة تدار من خلف، يعني إيران تدير المعركة من خلف الكواليس. تمام. لمساعدة، يعني اليوم مثلا الفصائل الفلسطينية أو حزب الله من أين هذه الأسلحة التي يمتلكها؟ المنظومة هاي لعشرات السنوات. من بنى هالمنظومة؟ نعم. أليس أنه السنوار يخرج في الإعلام ويشكر جمهور القائد؟ نعم. القائد. نعم. سليماني على ما بذله من جهود وما قدمه من خدمات بوسط غزة. بوسط غزة. بوسط غزة. هذا ليس هذا انخراطا مباشرا في الصراع؟ اليوم المراد هو إحراج إيران أولا، وثانيا تصغير وتقليل من صورة إيران ودورها في المنطقة وتأثيرها في المنطقة. هذا المراد لا غير. ولكن الجميع يعلم، يعني خاصة هو العدو نفسه يعلم أنه ماذا تقدم إيران وماذا تفعل إيران وماذا تقدم لفصائل المقاومة. والدليل على هذه القوة أنه لو كان باستطاعته ضرب إيران وتهديم مفاعلها النووية لمن من الصباح الباكر. نعم. سوف يستطيع أنه مهاجمة إيران وضرب إيران، ولكن يعلم ما تخبئها إيران من إمكانيات.